سعد، وهنا خالد، وهنا راشد، وهكذا كل شيء على ما يرام. ومن سيجلس هنا؟ لا أحد، اكتمل العدد. ألم تدعو صديقك سالم؟ سالم؟ لا أقصد دعوته، ولكنه لن يأتي. لن أدعوه مرة أخرى. لماذا؟ هل هو مريض؟ لا، ليس مريضاً، لكنه سيعمل في البيت. سينظف الصحون ويجمع القمامة ويرتب الأثاث، وربما يخيط ثوباً للتنظيف ناسبه. جيد، هذا عمل رائع. رائع؟ كيف تقولين هذا؟ هل هذا العمل مناسب؟ ولماذا ليس مناسبا؟ المشاركة في أعمال المنزل أمر جيد. كيف؟ هذا عمل يجب ألا نقوم به نحن. كيف تقول هذا؟ ومن سيقوم به إذن؟ هذا عمل لا يليق بي، هذا ما أعرفه. خطأ، يجب على الإنسان أن يكون متواضعا. التواضع صفة رائعة تجعل الإنسان محبوبا. التواضع؟ ماذا يعني هذا؟ ها؟ هل سمعت هذا؟ نعم سمعت. يبدو أن الصوت قادم من جهة المكتبة. سندعو صديقنا سراج. صديقنا سراج، يا ضوء الوهاج، تعال هنا في الحال لنجيب عن السؤال. أهلا يا أصدقاء. ماذا هناك؟ اسمع، صوت خطوات من المكتبة. يعني أن هناك قصة يتسرب منها شيء. انظروا، هذا نعل قديم. نعل قديم؟ من أي زمن هو يا ترى؟ كيف سنعرف؟ فريد، صديقي عالم الآثار. إنه يعمل في المتحف الوطني، يهتم بالقطع القديمة التي تركها الأجداد لنا. سأناديه. ياهو! دعوني أولاً أجمع العينات ثم أفحصها. عينات؟ ماذا تعني العينات؟ هذا مصطلح نستخدمه في علم الآثار. العينات هي قطع الآثار التي نجمعها ثم نفحصها حتى نعرف معلومات مفصلة عنها. وما المعلومات التي تجدونها عادة؟ معلومات عن التاريخ الذي صنع فيه الأثر وصفاته والمادة التي صنع منها. إنه موضوع طويل. وما المعلومات التي اكتشفتها عن هذا النعل؟ لحظة، نعال قديم. إنه يعود إلى عصر بداية الإسلام. ولماذا ظهر هنا؟ ربما يريد أن يذكرنا بشيء أكيد له علاقة بما يجري معنا الآن. بما يجري معنا الآن؟ حسناً يا أصدقائي، ماذا كنتما تفعلان؟ وعن أي شيء كنتما تتحدثان؟ كنا
يتحدث عن دعوة راشد لأصدقائه وعن... تحدثنا أيضاً عن التواضع. قال راشد إنه لا يقوم ببعض أعمال المنزل. نعم، لا يليق بي أن أقوم بها. دعوني أركز. كتاب قصص، نعال قديم، حديث عن التواضع. عرفت القصة، اتضحت الأمور تماماً الآن. ماذا؟ إنها قصة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وماذا كان يفعل في بيته. وماذا كان يفعل؟ التواضع صفة من صفات النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. حسناً يا أصدقاء، سأحكي لكم عن ذلك. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتصف بالصفات الجميلة كالصدق والوفاء والشجاعة، ومن صفاته الرائعة التي أحبها جميع من التقى به وآمن برسالته التواضع. لقد كان يحترم من يلقاهم من أصحابه وضيوفه، وكان يطلب من المؤمنين أن يكونوا متواضعين للآخرين، يحترمون الناس والنعم. وكان يقول: ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. وكان أكثر الناس تواضعا، وكان يزور المساكين ويجلس في المجالس من غير أن يميز نفسه عن الحاضرين. وأخبرت زوجته عائشة رضي الله عنها عنه بأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلح نعله ويخيط ثوبه ويعمل بيده كما يعمل كل إنسان في بيته، وكان يحلب الأغنام ويخدم نفسه. رائع! هذا هو مثال للتواضع. نعم، الآن فهمت معنى التواضع. يجب أن أحترم الآخرين ولا أرى نفسي أفضل منهم. أحسنت يا راشد، فلا يجب أن نتكبر على الآخرين. سأفعل شيئاً من أجل ذلك. ماذا ستفعل؟ سأطلب من أصدقائي تأجيل الحفلة، وسأذهب إلى بيت سالم لمساعدته. أحسنت يا راشد. وهل ستساعد في أعمال منزلنا يا راشد؟ أكيد.